ديفيد مادي محلل اسواق في إكويتي جروب ينضم الينا. ديفيد اهلا بك. يعني الكل يريد السماع عن الى اين متجه الين اليوم. الين من اكبر الخاسرين في عملات الرئيسيه، تراجعات بحدود 11% مقابل الدولار الامريكي، ويبدو بان الضعف مستمر. It certainly does. قطعا هذا مهم، وأعتقد أن كل هذا بسبب واقع أننا نشهد اختلاف وابتعاد بعيد أو اختلاف بين سياسة بنك اليابان الذي يحرص على الإبقاء على سياسته النقدية المتساهلة جدا، وهذا مقابل الفدرالي الأمريكي الذي سوف يرفع معدلات الفائدة أكثر من مرة هذا العام، وهذا بالإضافة أن هذا لن يجعل هناك رفع معدلات الفائدة لبقية العام، ولكن يتطلع إلى أن يكون هناك ارتفاعات متشددة. وفي الأسابيع الماضية استمعنا إلى أن الفدرالي يأخذ في الاعتبار رفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس أو مرة أو مرتين هذا العام، وخلال 24 ساعة الماضية سمعنا من بولارد وهو رئيس الفدرالي الأمريكي أنه لا يستبعد احتمال رفع معدلات الفائدة بخمسة وسبعين نقطة أساس. إذا كان هذا سيحدث أم لا، علينا ننتظر لنعرف. لا أعتقد أن هذا الارتفاع سوف يكون منطقيا، ولكن كل ذلك على الرغم من أن هناك أحاديث في الأسواق تحيط برفع معدلات الفائدة عدة مرات من قبل الفيدرالي وبطريقة أكثر من الواقعي، إذا سنشهد أن هناك حركة صعودية في الدولار الأمريكي. وطبعا الاختلاف بين سياسة بنك اليابان والاختلاف بين سياسة الفيدرالي الأمريكي أصبحت تتسع، وبالتالي سنرى استمرار البيع في الين الياباني. وكما ذكرت في الوقت الحالي لا يبدو أنه سيكون هناك أي ارتفاع أو توقف لتراجع الين الياباني. ذكرت ديفيد أنه كان لدينا اليوم التصريحات التي سمعناها من جيمس بولارد، والذي فتح الباب أمام ربما رفع لمعدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس، وهذا الأمر ساهم باتساع أكبر للفروقات ما بين سواء السندات الأمريكية والسندات الألمانية اللي هي تعتبر البنشمارك للسندات الأوروبية. ما الذي سيعنيه المزيد من هذا الفارق ما بين هذين السندات بالنسبة لزوج اليورو دولار؟ أعتقد أنه فيما يتعلق باليورو دولار نشهد أن يكون هناك قاعدة للارتداد في اليورو نفسه. إن اليورو فإنه قد ارتفع قليلا مقابل الدولار الأمريكي، وأيضا ارتفع مقابل الفرنك السويسري، وهذا مثير للاهتمام لأن هذا الزوج شهد تراجعا كبيرا بسبب العديد من أن الاقتصادات الأوروبية بما في ذلك ألمانيا التي لديها علاقة بالاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي، وعلى واقع أن الفرنك السويسري أيضا يعتبر كملاذ آمن. إذا كان هناك حركة صعودية في اليورو فرنك السويسري ومع اليورو دولار، وعلينا أن نشير أيضا إلى أن اليورو أو أن اليورو دولار خلال الساعات الأخيرة لم يختبر التراجعات التي شهدها خلال الأسبوعين الماضية، وهذا مثير للاهتمام لأننا شهدنا أنه خلال 24-48 ساعة الماضية ارتفاع في الدولار الأمريكي ومؤشر الدولار الأمريكي. وإذا كان هناك حتى ارتفاع حتى مقابل الين الياباني، ولكن لم نرى هذا الارتفاع في هذه الحالة في اليورو دولار. إذا على المدى القريب قد نشهد أن القاع لليورو دولار على المدى القريب. أخيرا الدولار الكندي اليوم نشهد نوع من الاستقرار رغم من تراجع النفط بأكثر من 4%، وفعليا نشهد ارتفاعات على الأسترالي والنيوزيلندي. كيف تفسر اليوم هذا هذه القوة التي تحتفظ فيها عملات السلع؟
فيما يتعلق بالنفط والدولار الكندي، شهدنا حركة حادة هبوطية في النفط خلال الساعات الأخيرة، وفي صباح اليوم كان هناك تراجع فقط 1%، وذلك على خلفية تحديثات البنك الدولي الذي قام بتخفيض توقعاته العالمية، وبدأنا نشهد تغييرا في النفسية في هذه الجلسة حول هذا الأمر، وأيضا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي بعد 6 أو 12 أو 18 شهرا قادمة. وأيضا شهدنا زيادة في الضغوط البيعية على النفط خلال هذه الجلسة، وأيضا أصبح هناك تراجع 3% خلال الدقائق الأخيرة، وهذا بالطبع أثر على الدولار الكندي. ولكن أيضا علينا أن نشير إلى أنه منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا شهدنا ارتفاع كبير في أسعار النفط وارتفاع أيضا كبير في الدولار الكندي. ولكن فيما يتعلق بالسلع الأخرى مثل الدولار الأسترالي أو النيوزيلندي، فشهدنا أن عملات السلع تعتمد كثيرا على مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، متأثرين بالسلع الزراعية والألبان والقمح، وفيما يتعلق أيضا بالعقود الآجلة للقمح والتي كان أدائها ممتازا، لا سيما أن هناك مخاوف بنقص الغذاء والسلع الزراعية. وشهدنا أيضا قوة أيضا في أسعار المعادن مثل النحاس والصلب والباليديوم في الأسابيع الماضية، وهذا ما أثر على الدولار الأسترالي. ديفيد مادن، محلل الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل لنهاية حلقة هذا اليوم.